طبعا الان اذا احنا استطعنا ان ننقض ان الصلب لم يتم انقضت المسيحيه برمتها، لم يكن هناك مسيحيه حاليه، خصوصا ان الان من الاخطاء التي جاءت في النصرانيه الحديثه انهم فصلوا ما يسمى بالدين اللي هو طريقه الحياه عن الدوله اللي بتحكم المجتمع، عن الكنيسه اللي هو الجسم او البدن الذي يحاول ان يجمع ما بين الشيئين او ان يشرع في الديانات. لا يؤمن بمشرع واحد، لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى على انه هو الشارع الوحيد للديانات والمبادئ والشرائع في المسيحيه، بل يؤمن ان الله سبحانه وتعالى قد يحل في شخص وعن طريق روح القدس قد يوحي اليه ويشرع ما يشاء. من الطرائف في عام 1994 تقريبا انتشرت عند الكنيسة إحصائية، الكنيسة خصوصا كنيسة بريطانيا، أن الغالبية العظمى من المتزوجين اسما يعيشون في بيوت بدون زواج شرعي، وبالتالي حتى تحاول الكنيسة أن تستقطب أعدادا كبيرة للحضور الكنيسة، أصدرت كنيسة بريطانيا قرارا بعدم الحاجة إلى الزواج الشرعي، وأنه قد يعيش الشخص مع امرأة في بيت واحد ويعتبر هذا زواجا شرعيا بدون عقد أي مراسيم، إذا ما استطيع أن يثبت أن هذا الشخص وهذه المرأة عاشوا مع بعضهم البعض لمدة 6 شهور حسب القانون الوضعي البريطاني، لأن القانون الوضعي البريطاني يمنح لأي امرأة عاشت مع شخص حوالي 6 شهور ما فوق حقوق الزوجة من الطلاق والميراث وكل شيء. فأصبح في الآية بالعكس، بدل أن تكون الكنيسة هي المشرعة للقانون والمجتمع، بدأت هي تتبع القانون الوضعي الموجود وصل من قبل البشر. هذا ترك أثر فظيع جدا بالنسبة للنصارى، 75% إلى 80% من النصارى الموجودين في بريطانيا نصارى بالاسم، يسمى نصراني، قد يذهب إلى الكنيسة عندما يكمل 40 يوما ويعمد، قد تقام عليه عميد الختان، قد لا تقام عليه، قد يذهب إلى الكنيسة، قد يعرف أن هناك إله لكن يعرف أنه اسمه مسيحي علم ذلك. إذا أردت أن تعمل إحصائية بسيطة جدا، حاول أن تتكلم مع المسيحيين الموجودين في عمان واسأل كم واحد منهم قرأ الإنجيل أو اطلع على الإنجيل أو يعرف كم كتابا في الإنجيل، أو هل هناك في من فرق بين الإنجيل البروتستانتي والإنجيل الكاثوليكي. الغالبية العظمى ليس زيهم أي فكرة، هي مسألة هوية